ذهبت فضائية كركوك منذ انطلاق بثها على أن تكون منبرا حرا لجميع أبناء المناطق الكردستانية خارج الأقليم بجميع قومياتهم ومكوناتهم، وأن تكون جسرا للتواصل بين أبناء تلك المناطق وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية لحل مشاكلهم والتعبير عن طموحاتهم. وتمكنت فضائية كركوك التي كانت هدية الرئيس مام جلال لأبناء كركوك بمختلف قومياتهم لتكون لسان حالهم وتعبر عن تطلعاتهم وطموحاتهم، واستطاعت بمهنيتها العالية وحياديتها أن تجسد حالة التآخي بين أطياف المجتمع الكركوكي والمناطق الكردستانية خارج الإقليم وتعزيز أواصر علاقات التعايش بين أبنائها. عباس الأركوازي والتفاصيل. بعد فترة من العمل الإعلامي المتواصل وبمباركة كريمة من لدن فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني وبتأييد جماهيري واسع، انطلقت فضائية كركوك بثها في الفضاء لتكون منبرا لكل أهالي المناطق الكردستانية خارج الإقليم، ولتشكل مع شقيقاتها القنوات العراقية الأخرى قلادة ماسية في عالم الإعلام الراقي الشفاف، حيث انتهجت فضائية كركوك منذ أول صورة وكلمة وحرف أطلقتها لمشاهديها جسرا للتواصل بين أبناء العراق الواحد على مختلف مكوناتهم وتوجهاتهم من خلال الخطاب الإعلامي المميز والمهنية العالية التي امتهنها العاملون فيها. فنقلت أخبار وفعاليات وأعياد ومناسبات الأهالي عبر الفضاء، فكانت ضيفة كفيفة الظل في بيوت العراقيين، ونجحت نجاحا كبيرا في خطابها الإعلامي الرصين البعيد عن لهجة الإثارة والاستفزاز، ونقلت الخبر بأسلوب هاد ورصين فحازت على إعجاب واحترام مشاهديها في جميع مناطق العراق. يسعدني كثيرا بمناسبة تأسيس ذكرى تأسيس قناة كركوك أن نقدم التهانئة القلبية للقائمين على هذه القناة والذين لهم يلعبون دورا مهما في لعبوا دورا مهما في تشأته، وخاصة فخامة رئيس الجمهورية مام جلال الذي فعلا نرى في قناتكم ترجمة حقيقية لأفكار وتطلعات هذا الرجل العظيم الذي خدم العراق والمكونات الشعب العراقي. في ذكرى تأسيس فضائية كركوك نقدم أحلى التهاني وأجمل الأمنيات بهذه المناسبة، ونثمن دور هذه الفضائية في إبراز مشاكل المناطق المستقطعة من كردستان. نقدم أحر التهاني إلى كافة منتسبي القناة وكافة جماهير كركوك وشعب كردستان عامة. هذا القناة التي دأبت منذ تأسيسها إلى إيصال الحقائق إلى الجماهير وتوضيح كافة الأخبار بشفافية ومصداقية وإيصال صوت جماهير المناطق المستقطعة إلى الحكومة والبرلمان وإشاعة روح التآخي والتعايش السلمي القومي بين كافة الأقليات. نثمن الجهود كافة العاملين فيها وخاصة القسم العربي، لقد استطاع أن يجمع بين كافة الأطياف الشعب العراقي وخاصة بين في مناطق المستقطعة كركوك وخانقين. هذه القناة معروف عنها لتنقل الأخبار الصادقة من صميم كردستان، ومتعودين على سماع الأخبار الجديدة واللي تهم كردستان، وهاي الأخبار بعكس قنوات الأخرى اللي ما تحمل الصدق في نقل الأخبار أخبار، لكن كان قناة كركوك المعروف عنها تنقل الأخبار بشكل صحيح وصادق. هذه القناة خدمت منطقة خانقين، قضاء خانقين كثيرا في الأفراح والأحزان وفي كل الجوانب كانت مع المنطقة. أتمنى لهذه القناة الموفقية والنجاح في عملها الدؤوب في إيصال صوت الرسالة الكردستانية إلى المجتمع العربي وكافة أنحاء العراق. إيصال الصوت النقي
والكلمة الصادقة إلى أبناء الشعب العراقي عامة وأبناء المناطق الكردستانية خارج الإقليم وباللغات الأربعة كان هدف ورسالة العاملين في فضائية كركوك، ولتكن مرآة تعكس الآراء ووجهات النظر المختلفة حاملة لواء التعايش والأخوة بين مختلف المكونات. لفضائية كركوك من مدينة خانقين، عباس الأركوازي.